طبعا اليوم راح نبدأ معكم إن شاء الله ورشة عمل أو دورة بضوابط منع السفر، ضوابط إجراء منع السفر. منع السفر كما يعلم الجميع هو إجراء من إجراءات التنفيذ القيام فيه للضغط كوسيلة ضغط على المدين حتى يقوم بسداد ديونه للدائن. فنصت عليه صراحة المادة 297 والمادة 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. طبعا منع السفر هو كإجراء حال الإجراءات الأخرى اللي هي حجز مركبات وحجز مال المدينة لدى الغير، وسابقا الضبط والإحضار الذي تم إلغائه. منع السفر طبعا هو إجراء نقوم فيه احنا كمحامين لموكليننا حتى نقوم بالضغط على المدين ليقوم بسداد الدين، ولكن منع السفر يجب أن تكون فيه ضوابط، وإذا تخلفت هذه الضوابط يسقط الأمر من المنع و لا نستطيع إرجاع هذا الطلب مرة أخرى على ذات الملف. طبعا شروط منع السفر هي ثلاثة حتى يصدر الأمر بالمنع من السفر، ثلاث شروط: أن يكون بداية هناك دين محقق الوجود حال للأداء، هذا الشرط الأول، أن يكون هناك سند تنفيذي دين حكم نهائي أو حتى حاز حجية الأمر المقضي أو إقرار دين مذيل بالصيغة التنفيذية نفتح فيه ملف تنفيذ ويصدر فيه أمر منع السفر. الشرط الثاني أن يخشى فرار المدين بالدين، هذا شوي كمصطلح أن يخشى فرار المدين مصطلح شوية مطاط. شلون يخشى فراره؟ إن ما يكون عنده يعني ارتباطات اجتماعية موجودة داخل الدولة، في هالحالة لا يؤخذ بعين الاعتبار أنه يخشى فراره وقد يذهب ولا يعود ولا يقوم بسداد الدين. هذا يعني يكون مثل ما نقول ما له يعني أهل هني، ما له أموال هني، ما له شركات، سكر صفة شركاته، في هالحالة نقدر نقول أنه يخشى فراره أن يذهب ولا يعود لسداد الدين. الشرط الثالث وهو يسار المدين وعلى الرغم من يساره يمتنع عن السداد. طبعا الأصل في الإنسان المدين بالأصل، لو يجيك مدين بالأصل هو معسر، وعلى الدائن إثبات اليسار بالقرائن اللي عنده. طبعا قبل الإجراءات هذه كلها، قبل لا تنطبق هذه الشروط كلها، في شغلة معينة ذكرت في أحكام محكمة التمييز، أن يقوم قاضي التنفيذ بالتحقق من مدى يسار المدين من إعساره. طبعا هذا الكلام بالواقع العملي لا قاعد يصدر على طول الأمر دايركت، فالمفروض أن يقوم من يعمل في إدارة التنفيذ بالتحقق من يسار المدين من عدمه، فبعد ما يتحقق بعدين يصدر الأمر من السفر. احنا كمحامين لما نقدم دفاعنا، لما نقعد نشوف حافظة المستندات اللي يقدمونها او سواء عن الخصم عن الدائن او عن المدين، اذا كنا عن المتظلم من الأمر من المنع من السفر نحاول نثبت عسر المدين
بكل الصور، يعني نثبت أن ما عنده مدخول، نثبت أن على ديون، نيب مثلا من البنوك شهادات مديونية يعني أنه قاعد يسدد أقساط، أنه قاعد يسدد كذا، أن يبنى مثلا محجوز على أملاكه، أنه في حجوزات، أنه في أكثر من جهة طالبة، ونحطهم في حافظة مستندات ونستند عليهم ونقدمهم إلى دائرة التظلمات المنظور أمامها النزاع في تظلم أمر منع السفر. أما إذا كنا عن الدائن، عن المتظلم ضده، نحاول نثبت يساره. في أخطاء كانت يقع فيها البعض أنه يقدم مثلا عقد زواج حديث، فيتبين أنه توا مثلا مسدد مهر عالي، هني هذه قرينة على يساره. مثلا في بعض يعني المتظلم يكون متزوج أكثر من زوجة، فيقدم عقود زواجه، فكنا نطالع حافظة المستندات بعد التصوير، يتضح معانا أنه في يسار وراهي وتوى دافع مهور عالية مثلا، فهني يتبين يساره مو عسرة، يكون المستند يخالفه، يخالف ما هو يدعي فيه، فيتم لا تثبيت الموضوع. ف فإثبات اليسار من العدم هذا المفروض يعني كواجب من واجباتنا احنا كمحامين، سواء كنا عن الطرف المتظلم او الطرف المتظلم منه. طبعا منع السفر بعد صدوره يجب ان يعلن الى الصادر بحق أمر المنع خلال مدة أسبوعين من تاريخ صدوره. طبعا هذا عمل في نص المادة 297 الفقرة الثالثة، خلال أسبوعين يجب أن يعلن، ولا يعتبر الأمر من المنع من السفر كأن لم يكن. وهذه أحد الدفوع اللي احنا نكتبها في الصحف، سواء صحيفة التظلم أو صحيفة السناف أو بالتمييز. طبعا في بعض الأحكام في محكمة أول درجة تصدر تقول أن هذا الأمر تنظيمي، ردنا عليها المادة 4 من قانون المرافعات أنه موعد حتمي لاتخاذ الإجراء، فهو موعد يؤخذ بعين الاعتبار عملا بنص المادة 4 من قانون المرافعات. الحين حق موضوع شلون نرفع دعوة تظلم من أمر منع سفر. بداية نطلب من المدين أو الموكل صورة من أمر المنع، طلعها من إدارة التنفيذ، يجيبها احنا كمكتب محامي، ناخذ رقم الأمر ونأسس ونرفع صحيفة الدعوة بناء عليه، ونكتبها بناء على الشروط الثلاث نراها، إذا متخلفة طبعا لو يتخلف شرط واحد فنبني عليه ونأسس عليه دفاعنا كامل. الأمر من المنع من السفر نتأكد أنه تم إعلانه خلال أسبوعين بعد صدوره ولا لا، هذا من أهم تأسيس، أهم ما نؤسس عليه صحيفة الدعوة. نرفع التظلم مرفق معاه في الجدول، نرفق معاه صورة من الأمر. طبعا حافظة المستندات هيتالي نقدمها قدام المحكمة، أمام محكمة أول درجة. نحاول نركز أن الدائن معسر، نركز أنه لا يخشى فراره، خاصة إذا كان الدائن مواطن كويتي أو حتى إذا كان غير كويتي
ولها ارتباطات اجتماعية مثلا متزوج كويتية ولا عيالة مدارس ولا هذا، نأسس أنه لا يخشى فراره من البلاد. مدد الاستئناف طبعا إذا ما صدر حكم أول درجة لصالحك تقدر تستأنف خلال 30 يوم. مدة الطعن بالتمييز 60 يوم كما نص عليه التعديلات الأخيرة على قانون المرافعات. طبعا بداية نحن نبي نتكلم عن القانون من ناحية الشروط الشكلية، مثل ما قلنا سبق وقلنا أن لازم يكون هناك أمر منح، ما نقدر نرفع الدعوة على طلب منح، في فرق بين الطلب والأمر. الطلب يقدم، الأمر بعد 2-3 يصدر في القاضي مدير التنفيذ الأمر من المنع. ثاني شغلة نتأكد من التواريخ وأنه ما تم الإعلان، حتى أساس أن ما يكون هناك يعني خلل في الدفاع اللي راح نقدمه أو في الصحيفة اللي راح نكتبها. خشية الفرار من الضروري أن يكون هناك برنت دخول وخروج حق المدين، إذا مثلا الموكل الدفاع اللي قدم أمامك وأنت بترد عليه أنه يخشى فراره أو أن هذا، لا ضروري نرفق في حافظة المستندات برنت دخول وخروج حق موكلك انه ما يخشى فراره وقاعد يسافر ويرجع اكثر من مره رغم وجود الدين ورغم اثناء سير المحاكمه في الدين الاصلي. الاثبات اليسار من عدمه، اثبات اليسار مو شرط يكون عن طريق شهاده المديونيه، ترى على فكره اذا كان القرض حديث قد يكون ذات ملاءة مالية، أو مثلا إذا في اسمه شركات كثيرة يكون ذات ملاءة، يعني معناته أن هذا مليء ماليا، فيكون إثبات العكس ترى هذا، فما راح يكون معك مثل ما نقول إحنا ما راح تخدمك الأوراق، في بعض الأوراق لازم تكون دقيق فيها في تقديمها في الحافظة. مثل عقد الزواج، مثل عقد الزواج. إحنا ما نقدم عقد زواج، إحنا نقدم شهادة إعلان، شهادة من إدارة من وزارة العدل أن فلان الفلاني متزوج من فلانة وفلانة، استمرارية زواج أنهم موجودين لا زالوا. ما نقدم دائماً يعني نوع من مثل ما نقول ان نبين حق المحكمه ان ما نقدم، يعني ايضا هذه اسرار شخصيه حق المدين، يعني ما له داعي نطلع هو ايش كثر دافع مهر ولا كذا، لا نحط انه يبقى متزوج من فلان الفلانيه ومتزوج مثلا من فلان الفلانيه وانه راعي بيت وراعي اسره. فاثبات اليسار ايضا يثبت ايضا اذا قدم عقد ايجاره وايجار كان عالي، هذا معناته ميسر مو معسر. إذا كان عقد الإيجار مال بيته أو سكنه مرتفع القيمة فهذا دليل على يساره. تقريبا في رفع الدعوة نقدر نقول إذا تبين عدم دائما الطلبات الختامية في الصحيفة، في البعض يكتب نطلب اعتبار أمر المنع رقم كذا الوارد في ملف التنفيذ كذا كأن لم نعتبره كأن لم يكن. هني أنت رديت إلى الحالة ما قبل إصدار منع السفر، معناته يحق له يعيد إصدار المنع. دائما نقول إلغاء أمر منع السفر مو اعتباره كأن لم يكن، هذا كطلب أساسي ترى في الصحيفة. إثبات العسر نقدم المديونيات اللي عليه
مقدم انه عنده التزامات مالية والتزامات عائلية والتزامات اجتماعية مثلا، اذا كان عليه اكثر من حكم لاكثر من مديونية نقدمهم، هني يبين انه معسر. اثبات اليسر، احنا العكس، احنا اذا كنا عن الدائن مو عن المدين، نثبت اليسر عن طريق استخراج مستخرج من وزارة التجارة، نخاطب مثلا، نطلب كشف حساب من البنوك اللي يتعامل معاها ونشوف مدخولها الفعلي، نحاول نصدر شهادة راتب إذا كان له مدخول من أحد الجهات مثلا، إذا كان متقاعد أو كان هذا يبين معنا شهادة الراتب، فهني إحنا نثبت القرينة العكس. وإذا هو قدم مثلا عقود الزواج أو عقد الأجار، وإذا كانوا المهور المدفوعة عالية ومتزامنة مع صدور الحكم بالدين، فهذا إثبات لليسار وليس العكس. طبعا لما احنا نرفع الدعوة او نحضر في دعوة مرفوعة على موكل، دائما نكون دقيقين في ملاحظة هالثلاث شروط وتوافرها مجتمعة. في حال تخلف اي شرط منها يسقط الأمر والمنع من السفر. ناهيك طبعا عن موضوع الإعلان. موضوع الإعلان خلال أسبوعين، خلينا نفرض أنه تم الإعلان بعد الأسبوعين، أيضا يعتبر هني في الإعلان يعتبر الأمر كأن لم يكن، يقدر يعيده. أما إذا تخلف الشروط لا، سقوط الأمر. طبعا إذا تم الحكم بإلغاء أمر المنع من السفر لا يمكن إعادة الأمر من جديد على ذات الملف. بس في نقطة مهمة احنا بنسولف فيها، اللي هي لو نقرأ النص التشريعي الخاص فيه المادة 297، هناك أمر منع سفر يصدر قبل وجود دين محقق الوجود، وهو أمر منع سفر احتياطيا لدين، ويكون هناك أسباب فعلا جدية تستدعي إصداره قبل صدور حكم. هذا عادة يطلبونه بأمر على عريضة وليس من قاضي التنفيذ، بأمر على عريضة من في قصر العدل، أعتقد في قاضي الأمور الوقتية، يرفعون له أمر على عريضة ويطلبون منع سفر سين أو صاد من الناس بناء على مديونية عادية ولكن لم يحل أجلها، لأن هناك فعلا هني لما نقدم طلب الأمر من المنع من السفر على هذا الأمر على عريضة، يقدم معاه أوراق تثبت فعلا خشية فرار المدين من الدين. إذا كان هناك تقرير خبرة يثبت أن مديونية كبيرة، طبعا تقرير الخبرة يصدر قبل صدور أي حكم، عندك زيد عليه أنه مثلا قام يصفي أغراضه وصلك بطريقة ما، أنه ينوي السفر أو أنه يعني مثلا قاعد يحول أمواله خارج البلاد أو كذا، فترفق هذه الأوراق في حافظة مستندات مع الأمر على عريضة. وغالبا يعني هذه الأمور يعني قاضي يصير سلطة تقديرية عند قاضي الأمور الوقتية. فمنع السفر هو إجراء عموما، إجراء وقتي، وهذا أيضا
هو كوسيلة ضغط وليس وسيلة لمنع واحتجاز حريته ولا منع من السؤال. لا لا أي وقتي كوسيلة ضغط بس لا أكثر ولا أقل حتى يقوم بسداد ديونه يعني لا أكثر ولا أقل. وفي حال إذا سدد الدين أصلا ينرفع المنع وهو مسافر من المطار يقدر يروح مكتب التنفيذ ويدفع اللي عليه. طبعا منع السفر كما أنه كباقي إجراءات التنفيذ الموجودة المعمول فيها وسابقا أيضا كان الضبط والإحضار في أحكام محكمة التمييز اليوم تكلمت أن وسيلة منع السفر كضغط لا يجوز التوسع فيها لا يجوز التوسع فيها لأن منع السفر هي بس وسيلة ضغط لا أكثر ولا أقل ولا يجوز مساس بحرية المدين أكثر من ذلك. يعني طبعا هذه لها تأصيل دستوري وتأصيل بالاتفاقيات الدولية اللي انضمت لها الكويت من ضمنها العهدين الدوليين لحقوق الإنسان أعتقد العهد الأول مادة 12. فلا يجوز التوسع في هذا الوسيلة للضغط على المدين كونه أيضا يحتاج في بعض الأمور إلى السفر مثل العلاج مثل الدراسة وغيره. منع السفر كإجراء قانوني هو وسيلة من وسائل الضغط في حالة تعسف فيه قد يكون هناك عواقب أخرى على الدائن. أعطيكم مثال عليها لما يتعسف الدائن في رفع منع السفر أكثر من مرة مثل ما ذكرنا قبل شوي يكون هناك تعسف في استخدام الحق بالتقاضي ممكن يخسره دعوة مدنية يعوضه لأنه تعسف في هذا الإجراء. في رفع منع السفر كنا نضع أيضا أسباب فيه هناك من يكون طالب خارج البلاد يعالج خارج البلاد كانوا يقدمون قبل طلب لا زال هذا الإجراء موجود طلب سفرة واحدة لرفع الأمر مع دفع جزء من المبلغ ولكن يكون لسفرة واحدة يرفعها قاضي التنفيذ مو دعوة طلب عن طريق المكتب. شنو الشروط أصلا؟ شروط طلب سفرة؟ أنه يكون علاج بالخارج أو يكون طالب خارج البلاد مع دفع معينة جزء من المبلغ يرفعون عن المنع لسفرة واحدة ويقدر يكررها أكثر من مرة. بس دفع جزء من المبلغ يدفع جزء بسيط لا شرط ولا على حسب مدير التنفيذ عشان يقول لك خلي يدفع جزء من المبلغ. في بعضهم يقول لك لا مبلغ 10% أو 15% في ناس يقولون من باب الود يعني. بس الدعوة في أمر في دعوة تظلم من أمر منع السفر لا مو شرط يدفع شروط معينة نص عليها القانون إذا اجتمعت يبقى المنع تخلف شرط واحد منها يسقط الأمر من المنع من السفر ولا يمكن إعادته مرة أخرى. أنت لما تروح الحكم بعد ما يصدر سواء أول درجة يكون مشمول بالنفاذ المعجل ترى تروح تأخذ بعد ما ينطبع الحكم ويتوقع تأخذه من الجدول ما تنتظر 30 يوم تروح تفتح فيه ملف تنفيذ وتعلن بمنع السفر. طبعا هذا الحين أنا أبيكم في إجراءات فتح الملف أنا الحين ما
طبعا ان شاء الله بعد ما يطلع حق مكلك الامر بالغاء امر منع السفر تاخذ الصيغه التنفيذيه من الحفظ تتجه الى اداره التنفيذ معاك المستندات كامله اللي هي معلومات المدنيه للخصم شهاده الايبان وتفتح معاه ملف تنفيذ بعد ما يتم اعلانه. قبل كنا نرفعها من غير هالاجراءات هذه كلها، كنا ناخذ الامر مباشره نتجه الى مكتب تنفيذ في المطار يرفع الامر من السفر في نفس اللحظه، بس الحين تغيرت الاجراءات بتعليمات من مدير اداره التنفيذ، فاصبح لا لازم ينفتح فيه ملف تنفيذ ويتم اعلانه وبعدين تفتح ضم الملف وترفعون الامر من ملف السفر في اداره التنفيذ. يعني هذا كاجراء، ولكن اجراء الصيغه التنفيذيه فور صدور الامر وبعد طباعه الحكم والتوقيع عليه من الدائره المختصه تصدر فورا الصيغه التنفيذيه الخاصه في منع السفر، سواء كان حكم أول درجة أو استئناف أو تمييز. وإن تم إلغاء الحكم بالاستئناف ترد منع السفر أيضا مرة ثانية، يعني يكون الحكم هذا ملغي. السلطة التقديرية قولا واحدا له السلطة التقديرية في تقدير الظروف المحيطة في الدعوة، ولكن انطباق الشروط أيضا من سلطة الموضوع، يعني هو يقدر أن الشروط تنطبق عليه، يخشى فراره، ميسر وممتنع من السداد، لا يعني لا هو اللي يقدر القاضي انطباق الشروط من عدمه، وكونه اختصاص الموضوع نفسه صاحب تقدير هو يقدر إذا هذا كان ميسر ولا لا، وليس من محكمة القانون، يعني ما له شغل بمحكمة القانون. نتكلم في المبادئ، ما هو يقدر شنو مقدم مستندات الخصم، يقدرها يوزنها يشوف هذا ميسر ممكن ثبت يسار المدين، فإذا أصبح واجب عليه أن ينزل منع السفر مع طبعا الشروط الثانية أنه ممكن يخشى فراره ويسافر ما يرجع. ما هذا بالعكس، هذه من قولا واحدا من سلطة تقديرية لقاضي الموضوع. أنا للحين يعني في بعض الأمور يقدرها القاضي ولا السلطة التامة، من ضمنها وزن حافظة المستندات نفسها اللي تقدم أو وزن البينات اللي احنا نقول عنها، فمن يوزنها لا هو السلطة التقديرية، يرى هذا يخشى فراره وميسر إذا نثبت أمر المنع، هذا ما يخشى فراره ومعسر يلغي الأمر من المنع، فهي سلطة تقديرية لقاضي الموضوع. بس هذه الإجابة. في نقطة بس أخيرة نبي نتكلم عنها، في حال طبعا في بعض الأخطاء يقع فيها بعض الزملاء وفي بعض الأخطاء يقع فيها الموكل نفسه، يجيك في نص الدعوة أو يجيك أثناء التمييز، وطبعا هذه من النقاط المهمة التي يجب تنبيه عليها. أولا دعوة أمر المنع من السفر في حال خضنا في الموضوع ما نقدر نرفع على ذات المنع وذات المبلغ وذات ملف التنفيذ دعوة مرة أخرى، فورا راح يدفع المحامي أو الخصم اللي أمامك بسابقة الفصل في الموضوع. يجيك الموكل بعض المرات يجيك من النص، من الاستئناف مثلا أو من التمييز، تفحص الأوراق قبل تأخذ الدعوة، تأكد أن الدفاع فيها كان على قواعد قانونية ودفوع قانونية، خاصة إذا ياك الموكل في نص الدعوة وهو اللي ماشي بروحه في الدعوة من غير محامي
اللهم ان توقيع تطوع كان او سواء الزملاء اللي وقعون بالهذا، بعدين وصل الى مرحلة ما في الدعوة وفي المنتصف ياك، لا تأكد من الأوراق اللي راح تقدم لك، تأكد من صحيفة الدعوة مالته، الحكم في أول درجة شنو كان، الحكم في الاستئناف شنو كان، شوف صحيفة التمييز إذا كان طاعن بالتمييز ويايك، لأن نعلم أن بطلان صحيفة التمييز يجب أن تكون موقعة طبعا من محامي موكل مو من محامي تطوعا، فهذه قد تبطل الدعوة وقد يرجع عليك باكر يقول لك أنت ما سويت له أنت ما عندك. طبعا في تأكد منه إذا ياك حق منع السفر، تأكد أنه مرافع دعوة من قبل على ذات الموضوع حتى لا يتم الدفع أمامك بسابقة الفصل في الموضوع. وكذلك إذا أنت كنت عن الدائن أيضا من الأمور المهمة أنك تتأكد أن تم الفصل في الدعوة ذاتها في ذات الملف من قبل ولا لا، لأن قد تصل إذا ياك من منتصف الدعوة وأنت ماشي تتفاجأ في هذا الدفع ويكون الدفع صحيح، فهني راح يكون كمكتب يعني ما حلو أنه يصدر الحكم في أنت ممتابعة. ما تعتبر هذه القضايا سابقة الفصل فيها اللي عنده ظلمات من السفر؟ نعم. ترفع عمر مرتين ثلاث عمر طبيعي. إذا ذات الملف؟ حتى لو ذات الملف. لا سابقة فصل في أحكام. حتى لو كانت ذات الملف. سابقة فصل في ذات الموضوع ذات الملف. ظلمات كمثل يعني شخص عليه من السفر. نعم. ترفع عمر مرتين ثلاث وعشر مرات. على نفس الملف. ما هو على حسب الخصم اللي قدامك ترى، على فكرة في بعض الخصوم ما ينتبهون ان في شيء اسمه سابقة فصل في الموضوع، اذا تم الدفع امام القاضي فورا ياخذ فيها. محمد هذه ما تعتبر من قضايا اللي هي سابقة؟ لا لا فيها سابقة، لا سابقة فصل عشان نكون كلامنا في جهة واحدة. نعم نتكلم عن تظلمات من السفر. تظلمات من امر منع السفر اذا ذات الملف وذات المبلغ وذات الموضوع انتهى، فيها احكام يعني فيها احكام فعليه يعني. عندنا قضايا فيها نفس الامر هذا. الخصم ما دفع، الخصم ما دفع، خصمك بالمحكمه ما قال ادفع بسابقه الفصل في الموضوع بذات الموضوع بذات الطلب بذات الملف هني. وبعدين الدفع بسابقه الفصل بالموضوع ليس من النظام العام، يتمسك فيه الخصم، اذا تمسك فيه الخصم هني ياخذ فيه القاضي، هذه فيها احكام ما فيها روح تعالى يعني، فيها احكام واصله لا يمكن. احيانا يكون خصم ما يحضر هذا يحكم هني، هو قصر في وما دفع، وما دفع في سابقه الفصل يعني شلون يعني الخصم ما يحضر. نعم القاضي يحكم لك. نعم بالرفض تأييد الحكم. إيه هو مدعى عليه ما حضر، بس أهم شيء المدعي يحضر، المتظلم يحضر، بس ما شاء عنه منع السفر، ما شاء عنه أطعن عليه بالتمييز. عندك ثلاث مراحل، أول درجة واستئناف تمييز، ثلاث مرات تقدم نفس الشيء ما وصلت تمييز. لا كمل بالتمييز، كمل بالتمييز، لأن إذا رحت في وعدت الدعوة والحكم أول مرة مرت عليه فترة الطعون ولم يطعن فيه ورديت رفعته من أول والخصم انتبه راح يدفع بعدم بسابقة الفصل في الموضوع، لأن في حجية أمر مقضي سابقة له، أو مو موضوع رسوم وتكرر الموضوع أكثر من مرة وما راح تمييز، لا سابقة فصل لأن دعوة، هذه دعوة، هذه يعني بقوة القانون يعني أنا أتكلم، ما أتكلم من فراغ، وفي أحكام سابقة يعني موجودة واللي يبي نشوفها حاضر يعني. فننتبه من الدفع هذا، خاصة الدفع بسابقة الفصل بالموضوع، هذا جدا من الدفوع المهمة اللي أنت تتمسك فيها كمحامي للمتظلم ضده، أو إذا كنت محامي المتظلم
تحرص على أن تكون الدعوة أول مرة تثار أمام المحاكم ونكمل معاه للتمييز، ما ننتظر للاستئناف، لأن التمييز درجة من درجات التقاضي المهمة التي تلغي أحكام أول درجة أو أحكام الاستئناف.